جي أحدث ساعة في مجموعتي. أنا عايز أقول إنها بتشتغل بحاجة اسمها gravity escapement، ودي بتظبط التوقيت أحسن بكتير جدا من الساعات التانية، من الاسكيبمنتس التانية. وعايز أقول إنها أكثر دقة بكتير. الساعة دي كلها معمولة يدوي، معمولة من نوع خشب بيحتمل جدا التغيرات الجوية من ناحية البرد والرطوبة ودرجات الحرارة. والساعة في تصنيعها أخدت وقت ومجهود كبير جدا، لكن النتائج الحقيقة مرضية بطريقة مفرحة. يعني أنا عايز أقول إنها فعلا النتائج بتاعتها مفرحة جدا، وفيها كمية تعديلات مش قليلة أبدا عن الساعات اللي فاتت، وعشان كده أنا سعيد بيها وعايز أهديها لكل حد بيهوى ويقدر العمل اليدوي والصعوبة اللي بتيجي في عمل يدوي بالكامل. احنا بنتكلم على حوالي 15 أو 16 ترس متصنعين يدوي، يعني مفيش في الموضوع مخرطة ولا في فريزة ولا في أي تولز بالشكل ده، مجرد منشار كهربا وخلاص. يعني مفيش أكتر من منشار كهربا، حتى كل عمليات الصنفرة بتتم يدوي أو باستخدام صنفرة ميكانيكية بسيطة جدا. أرجو إن الساعة تكون عجباكم. أنا بضمن لكم إنها بتدي دقة عالية جدا في التوقيت، يعني التفاوت لا يمكن إنه يزيد عن دقيقة أو اتنين في اليوم، وده ممكن ظبطه بشوية وقت في طول البندول، مش أكتر من كده. يعني كل الحكاية في طول البندول. الساعة ما بتتملي بسهولة شديدة جدا بمجرد خيط بيتشد، وبتحتاج إنها تتملي مرة كل 22 ساعة، وده أحدث تعديل أنا عملته في الساعة دي، إنه تتملي بسهولة جدا، ووقت الملي هي ما بتتوقفش أبدا، بتكمل شغل على طول. أرجو إنها تعجبكم وتنال رضاكم.